خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين أخوتي؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم كلها طيبة؟ مرحبا بكم في قناة ابتسام المغربية. إلا كنتوا أول مرة تدخلوا القناة، ما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. بمناسبة حلول الشهر الكريم شهر رمضان، تنحب نهنئ جميع المغاربة من طنجة للقويرة وجميع المغاربة أيضا اللي تعيشوا في الديار الأوروبية، الجالية المغربية كاملها كل تحياتي بحلول هذا الشهر الكريم. الله يجعله شهر المغفرة وشهر المحبة والتآلف بين قلوب جميع المسلمين يا رب العالمين. تنتمنى لكم أخوتي المغاربة كاملين في كل أقطاب العالم رمضان كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وبالرزق وبالتيسير، وباش ما تمنيتوا إن شاء الله يا رب العالمين عليكم وعلى وليداتكم وعلى كافة العائلة ديالكم يا رب العالمين. وبمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل إن شاء الله، تنحب نعلم جميع المتتبعين ديال القناة أن المحتوى ديال القناة إن شاء الله غادي تغير 100% خلال هذا الشهر الكريم. وباش تعرفوا واحد الجزء من الشخصية ديالي، هو أن أكثر حاجة تنحب أنني نطلع عليها وأنني نقراها هي أنني نقرأ قصص الأنبياء والرسل، وهذا هو الشيء اللي غادي نتقاسمه أنا وياكم في هذا الشهر الكريم إن شاء الله. إذا خلال هذا الشهر هذا انتظروا على القناة ديالي واحد السلسلة إن شاء الله اللي غادي نحاول أنها تكون يومية، كل نهار غادي نحط فيديو غادي نتكلم فيه على قصص الأنبياء والرسل باش نتعرفوا عليها جميع ونستفدوا منها جميع إن شاء الله يا رب العالمين. والشيء اللي غادي نضمنوا لكم هو أن هذه السلسلة غادي تكون ممتازة وغادي تعجبكم إن شاء الله يا رب العالمين، لأنه واحد الشيء جميل جميل جدا أننا نتعرفوا على الأنبياء والرسل ديالنا ونستفدوا من التجربة ديالهم، ونستفدوا كذلك من الصبر ومن الإيمان اللي كانوا تتخلقوا به الأنبياء والرسل ديالنا. إذا انتظروا هذه السلسلة هذه، واللي غادي تكون أول حلقة فيها هي غدا إن شاء الله يا رب العالمين. إذا أخوتي عواشركم مبروكة، وكذلك ما ننساش نقول لأي واحد قلقته ولا أي واحد جرحته بشي كلمة من خلال شي فيديو من فيديوهاتي، تنتمنى منكم أنكم تسامحوني كاملين، تنطلب منكم المسامحة كاملين في هاد العواشر. الله يسمح لنا والله يغفر لنا، والله يجعل هذا الشهر شهر المغفرة والرحمة على قلوب جميع المسلمين يا رب العالمين. وما ننساش كذلك واحد الشيء اللي هو جميل جداً، واحد الشخص اللي تنحب نوجه ليه الشكر، الشكر الجزيل. هذا الشخص هو اسمه مصطفى بن الخيري من مدينة أرفود إقليم الرشيدية. مصطفى بن الخيري قدم لي واحد الهدية اللي غادي نوريها لكم في آخر الفيديو. تنحب نشكره جزيل الشكر على هاد الهدية القيمة، ما تصورش شحال فرحتني الهدية ديالك، وشحال يعني ما تصورش شحال أنا فرحت في ديك الساعة منين شفتها. تنشكرك جزيل الشكر، بارك الله فيك، الله يكثر خيرك. تحية كبيرة لمصطفى بالخيري والجميع عائلة بالخيري ولكل الناس ديال أرفود، تحية كبيرة كبيرة جدا. والناس ديال الرشيدية، الناس ما شاء الله عليهم تبارك الله عليهم، معروفين بالطيبة ديالهم وبالكرم ديالهم. تحية كبيرة للناس ديال الرشيدية والناس ديال المغرب كاملين، راكم في القلب وراكم في البال وراكم عزاز وعزاز بزاف. شكرا لكم اخوتي، بارك الله فيكم. نخليكم مع الفيديو اللي هداه ليا سي مصطفى، تنشكروا بزاف بزاف. نخليكم مع الفيديو، ورمضان كريم، الى اللقاء اخوتي.